هناك اتفاقا ضمنيا لا اعرف اطرافه وان كان البعض يعرفهم. هناك اتفاق ضمني على ان المحاكمات تكون بهذا الرتم البطيء حتى تهدأ نفوس الثوار وبعد ذلك يكون لهم ما يقول. ولذلك نحن نطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحه حتى يطرح المجلس الاعلى ومجلس وزاره العدل حتى تطرع عن نفسها الشبهات ان يصدر مرسوم بقانون من المجلس الاعلى للقوات المسلحه تنشا به محاكم خاصه لقتله وناهبي الشعب المصري. هو ده المطلب الاساسي. احنا بنقول ان العلانيه مطلوبه لان الاحكام تصدر باسم الشعب، فمن حق الشعب الذي تصدر باسم الاحكام ان يراقب اجراءات المحاكمه. كيف وكل المبررات بتقول انه الاماكن يصعب تامين المتهمين، الاماكن ضيقه. هذا قول يجانبه الصواب، لان احنا لما رحنا سجن طرع علشان نشوف الاوضاع هناك عتم علينا ورحنا في وقت اغلقت فيه الزنازين ولم نستطع لا رؤيه المحبوسين ولا رؤيه الزنازين. المفروض يحصل ايه؟ المفروض يحصل من وجهه نظر ايه؟ المفروض يتم الكشف علانيه عن كل اجراء. اذا كان القضاء والشرطه والمجلس الاعلى يرغبون في تهدئه النفوس فعليهم أن يطلعوا الشعب المصري على كل إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. توقعات حضرتك يوم الجمعة الجاية في الميدان، حضرتك توقع أن يحصل مصادمات، يحصل اشتباكات؟ لا، لن تحدث، لكن كل الناس وكل الشعب المصري سوف يتواجد في الميدان وفي الميادين الأخرى من مصر العربية لكي يعبروا عن انزعاجهم من المحاكمات وغيرها من القضايا التي لم تحل. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا.